التغيير جزء كتير مهم بالحياة، وجزء من التغييرات اللي بتواجهنا جميعا هي تغييرات يومية ولحظية وحتمية بمر على الإنسان ظروف عوائق كتير كبيرة. النصيحة اللي احنا بنحب نقدمها للجميع لكل ما الناس اللي بتسمعنا انه لا تحزن، لا نحزن اذا قست علينا الحياة، الحياة رح تقسو علينا كلياتنا، فهي ما قست علينا الا انه هناك في درس ما تعلمناه، علشان نتعلمه، علشان ننمو، علشان نصل الى افضل شخص ممكن نكون فيه عليه ونكون إحنا إنسان أفضل كل يوم. يجب أن نتكيف مع هاي التغييرات. إذا اعتقدنا إحنا كأشخاص أنه إحنا مخلوقين لصغائر الأمور لن نبلغ إلا الصغير. كل ما كبر الإنسان أهدافه، كل ما كبر طموحاته، كل ما شعر بهمة بتكسر الحدود والحواجز اللي حواليه. النفس إذا شعرت بصغرها تضعف. إحنا إنسان وإحنا بشر، لكن وبتبدأ الأفكار السلبية تطغو عليها وتسيطر عليها، فبصير الشخص من ذاته يشعر ما بقدر، ما بقدر أعمل هيك. كلياتنا بنقدر نعمل كل شيء، وكلياتنا بنقدر نحط خطط وأهداف وأفكار، لكن ما نحتاجه لنكون سعداء هو إنه نحط أهدافنا ونحط أفكارنا ونحط آراءنا، نقولبها بقالب معين ونبدأ بصناعة هدف. هذا الهدف هو اللي رح يصنع لنا الطريق لقدام. السعادة موجودة من الداخل، والقرار إلنا الآن.